فيما يخص تبسيط مساطر في العالم القروي، البناء في العالم القروي، لانك ماذا كتعرفوا العالم القروي صراحه كيعاني من غلاء مواد البناء، كيعاني من تعقيد مساطر البناء، كيعاني من واحد العدد ديال الاشكالات مرتبطه بهذا البناء. ولو ان صراحه الوزاره ذات واحد القانون خاص بالبناء في العالم القروي، كاين واحد اللجنه محليه كتخرج وتحديد بعض الدواوير اللي غادي يهمم هذا القانون هذا، ولكن كيبقى ذاك الشيء صراحه ما عندوش شي واحد الواقع في ارض الواقع، كيبقى ديما المشكل مطروح وديما المشكل قائم. احنا بغينا كما نادينا منذ واحد العدد ديال السنوات، وحنا كنناديو خاصنا وكاله قرويه على غرار الوكاله الحضريه. هذه الوكاله القرويه غيكون عندها كدعنا بالبناء في العالم القروي، وكتحيط بجميع الاشكاليات اللي كتحيط بها عمليه البناء، سواء على ضفاف المراكز القرويه، سواء في الدواوير، سواء امام الطرق، سواء الوطنيه او الاقليميه او الجهويه، يكون عندها التفاصيل فيما يخص البناء في العالم القروي. لان صراحه هذا التبسيط من البناء في العالم القروي غادي يكون عنده واحد الواقع ايجابي جدا، سواء على التخفيف من الهجره نحو المدن، سواء على فرص الشغل، سواء على كاين واحد العدد الامور صراحه اللي غادي وغادي ينتعش حتى العالم القروي، غينتعش الناس غيتشبتوا بالارض ديالهم وما غيهاجروش نحو المدن، وما تطرح شي واحد الاشكالات اللي كتطرح من جراء الهجره نحو المدن. كاين واحد العدد الامور اللي صراحه هذا التمسيط المساطر غادي يحل واحد العدد ديال الاشكالات، وحتى الناس كاين واحد العدد الناس كيبغيو يبنيو، ملي كيلقاو الامور غلاء المواد البناء وتعقيد المساطر كيمشيو يلتجئوا نحو المدن، كيبني على هامش المدن واحد البراكه ولا واحد المحال ولا واحد الدار على قد الامكانيات ديالو. وحنا كنصبحوا بالنسبه من العالم القروي كيكون الهجره، كيكون عدم الاستقرار، كيكون واحد عدد الامور صراحه اللي حنا في غنى منها. حنا بالنسبه للسيده الوزيره كنلتمسوا منا باش يكون واحد القانون خاص بالعالم القروي، كما كان وكاله حضاريه تكون وكاله قرويه وكتحيط بجميع المشاكل ديال البناء في العالم القروي. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.